وأخيراً مع إنجاز يضاف إلى إنجازات المرأة العراقية، حيث أعلنت موج الدراجة عبر حسابها على إنستغرام عن انضمامها لفريق برنامج رواد الفضاء الإماراتي بموسم الثاني. البرنامج يتكون من 12 متسابق من جميع أنحاء الدول العربية، يتسابقون جميعهم عن طريق تحديات مشابهة لتدريبات رواد الفضاء للوصول إلى حلم الفوز وأخذ لقب رائد فضاء. لجنة التحكيم متكونة من رواد فضاء ودكاترة وخبراء في هذا المجال، ومن بينهم رائد الفضاء الأمريكي في وكالة ناسا سكوت كيلي، ورائدة الفضاء نيكول ستوت، ورائد الفضاء ميخائيل كورنيكو، إضافة لعالمة الأعصاب والنفس سماح كركي. موج الدراجي أول عراقية تعتبر، وأصغر فتاة في العالم تتسلق أعلى سلسلة جبلية وصولاً إلى قمة جبل أفرست.